في اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، القاهرة تؤكد مجددا أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. بعد سنين طويلة جدا هتقول احنا اللي عملنا ده، اسمه تاريخ مصر الايه؟ تاريخ مصر الحديث، الدولة الجديدة، الدولة الايه؟ الجديدة، أمر ليس باليسير. الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الإجراءات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب. أخبار سابعة، فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار، أهلا بكم. أكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ويؤمن مصالحها المائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأحد لوزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 من أكتوبر الماضي بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي. هذا وسيتم عقد جلسة اليوم بحضور ممثل فني وقانوني من كل دولة لبحث سبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للسادة الوزراء يوم غد الثلاثاء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهدا في الاستمرار بالاطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومع جميع دول العالم للعمل على نشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقى الرئيس السيسي مساء أمس من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. تناول الاتصال بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان. وقد أكد رئيس المجلس الأوروبي تعويل الجانب الأوروبي بشكل أساسي على دور مصر الذي يتسم بالاتزان والحكمة بقيادة الرئيس السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة واطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع سيادته على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد خلال جولته عدد من القطاعات والأحياء السكنية وكذلك الحي الحكومي الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة. إن شاء الله على آخر السنة هنكون مخلصينها بالكامل، رخام وواجهات وبنشطب من جوه على قد المحارة بس. شغالين بالتالي يا فندم برضه شغالين في الزراعات، كل المكان اللي نقدر نزرع فيه احنا بنزرع فيه، على آخر الشهر ده إن شاء الله كل الهيكل الخرسانة هتكون انتهى 100%. وهيبقى متبقي بس القبه تاخد لنا شهر او شهر ونص ويبقى كده احنا على التوازي بقى فنن بدانا نبني، يعني كل اللي نقدر نشتغل فيه احنا شغالين فيه. عاملين البرنامج الزمني اللي انتهى من الساحه امتى؟ ان شاء الله اخر 31/12 نخلص الاعمال بتاعت الساحه والمواد العسكري. الخرسانات وبقيه التشطيبات ان شاء الله بتاعت المباني والركام.
بعد بس الجزء بتاع المنصه البسيط بتاع العمدان اللي سيادتك شايفها ديت، وان شاء الله المسجد عاملين الخطه بتاعته ان شاء الله المقاس تخلص على 1/5 وبقيه التشغيل ان شاء الله على نص السنه ربنا يسهل والاذن يبقى كده تمام. خلصنا تماما ان شاء الله، حتى الطرق وحتى الجزء اللي مع الحكومه وكده ان شاء الله. مش كده ان شاء الله، لان طبعا مش هيبان ابدا المنظر الرائع اللي انتم عاملينه ده الا اذا كان كل حاجه مع بعض. لا يعني كل حاجه مع بعضها، الاضاءه مع الطرق اللي معموله مع تخطيطها يعني كده ان شاء الله. الحاجه الحكوميه فعلا نسبه التنفيذ دلوقتي في التراوح ما بين 95.5% ل 87.5% اقل شويه، يعني متوسط من 90 ل 91% نسبه التنفيذ. وكذلك أحيى البنوك ومركز مصر الثقافي الإسلامي. بنك المركزي فضلي من اللي هنا أسفل اللي باين منه الأربع أدوار غير مكتملين. فاضل لكم قد إيه؟ إن شاء الله بعد ما هنخلص في شهر 26 من 21/5 كل ده يبقى خلصان. أنتوا بتقولوا 30/6 هنستلم موقع زي الكتاب ما بيقول. إن شاء الله. مش كده يا فندم؟ إن شاء الله. شد إن شاء الله. شكرين. فكرة فنم لإنشاء المسجد هنا دي أعلى فكرة موجودة عندنا في العاصمة، وسيادتك لما وجهناها بتتوسط ساحة الشعب وفي اتجاه النصب التذكاري وعلى يمينها وشمالها مجلس الوزراء ومجلس والحي الحكومي بالكامل، وفي الاتجاه الآخر فنم مجلس النواب ومجلس الشورى إن شاء الله. دي متوسطة ودي علامة أيقونية داخل العاصمة فنم، بتترقى من اي مكان، وخاصه احنا المآذن بتاعتنا هتوصل ل 140 متر فوق منسوب الارض الطبيعيه اللي هي مقام عليه. نضيف على كده فندم فرق كمان ال 24 او ال 25 متر اللي مع منسوب العاصمه بالكامل، يعني الموضوع هيدخل في 160 متر، فطبعا ده هيبان من كل الاتجاهات. بعد سنين طويلة جدا هتقولوا احنا اللي عملنا ده، ده اسمه تاريخ مصر الايه؟ حديث. تاريخ مصر الحديث، الدولة الجديدة، الدولة الايه؟ الجديدة. أمر ليس باليسير، عايز مننا انتباه شديد، لأن اللي بنعمله ده هيفضل موجود معانا على طول، هيفضل موجود معانا مش عشرات السنين، هيبقى معانا مئات السنين، هيبقى معانا ايه؟ انتوا شفتوا القاهره مثلا الخديويه، القاهره الخديويه معموله النهارده داخله في اكتر من 150 سنه. لما اتعملت وقت ما تم افتتاحها الجزء ده لما افتتح ساعتها كانت حاجه تانية خالص، كان لابد ان احنا نخرج من القاهره، لان احنا بنصرف على القاهره مليارات الجنيهات اللي لو كانت اتصرفت هنا من 20 سنه كانت خلت المنطقة دي كلها حاجة تانية. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها لكم، انتبهوا للحاجة اللي بتتعمل، وانت مش معاك بس اللوحة، لا معاك فكرك وعقلك، وانا مستعد اسمعه، وانا لما بتكلم معاكم بتكلم عشان اسمع، وانا بيكم وبالناس المهندسين والمستشارين والمكاتب الاستشارية هنطلع حاجة جميلة، حاجة متكاملة. فشد حيلكم، واحنا ان شاء الله عايزين على معادنا طبعا الثمان اشهر اللي انتوا قفلتوا فيهم كان لهم تاثير، يعني انا لما شفت الشغل فعلا احنا الكورونا اذتنا يعني او اذتنا سنه يعني خلاص، بس احنا نعوض ده ان شاء الله، نعوض ده في ان شاء الله. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توفير مستلزمات الانتاج من مواد اوليه واخشاب الات ومعدات حديثه لمدينه دمياط للاثاث لتصبح مركزا متكاملا في صناعه الاثاث.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط والسيد أسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات مدينة دمياط للأثاث وتطوير صناعة الأثاث في مصر، وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في توفير كافة مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للأثاث لتصبح مركزاً متكاملاً ومتخصصاً في صناعة الأثاث في إطار مؤسسي منظم وفق أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها والوضع الحالي لمدينة دمياط للأثاث، وهو ما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف أنواعها وأحجامها والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد عن باقي الإجراءات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب. كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قد أعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. بعد انتهاء الجولة الأولى لانتخابات البرلمانية 2020، عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج الجولة الأولى بعد أن تلقت الهيئة كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات. لقد سبق وأن دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين لانتخابات مجلس النواب وأعلنت الجدول الزمني والإجرائي لها. قمنا بإعلان القائمة المبدئية ثم القائمة النهائية بعد أن التزمنا حدود الشرعية الدستورية، وقد أجريت الانتخابات خارج مصر على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020، وأجريت داخل مصر
على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 من الشهر ذاته. وحقا نقول لقد كانت انتخابات تنافسية ترشح فيها من استوفى الشروط المقررة قانونا وأبدى الرغبة في الترشح، وأجريناها نحن الهيئة الوطنية للانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية. أشاد رئيس الهيئة بمشاركة المواطنين والأجهزة القائمة على العملية الانتخابية، وطالب المواطنين بالاستمرار بالمشاركة. فإن ثمة إشادة وشكر واجبان لكل مؤسسات الدولة ورجالتها الذين تعاونوا معنا في إجراء الانتخابات لتخرج بصورتها التي رأيتموها. وإننا نجدد العهد نحن الهيئة الوطنية للانتخابات أننا نظل وقوفاً على مسافة واحدة من جميع المترشحين، وفاءً بقسمنا باحترام الدستور والقانون والتزاماً بمعايير الشفافية والنزاهة. بلغ عدد الأصوات الصحيحة في نظام القائمة 7,300,000 صوت، حيث تم الإعلان عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. بعد تنظيم أشاد به الجميع في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إطلاق جولة الإعادة في نهاية نوفمبر الحالي، مع التأكيد على أهمية واستمرار المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية للمحافظة على حقهم الدستوري. منذر أبو دوح، النيل. دعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لطبع وملء بطاقتي الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة لأقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة. وأكدت الوزارة استمرار بعثاتها في الخارج في تلقي الخطابات الخاصة بالناخبين حتى الجمعة المقبل. أعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 23.7%. راهنت السلطات الجزائرية على تعديلات دستورية لطي صفحة الحراك الشعبي والذي انطلق قبل نحو 20 شهرا والمطالب برحيل النخبة الحاكمة والقضاء على الفساد. لم يتأخر الناخب الجزائري في الرد على الدعوة، فكان الرد بالمقاطعة، وبلغت نسبة التصويت وفقا لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي نحو 23.7%. كان الرئيس عبد المجيد تبون الذي يخضع للعلاج في ألمانيا قد دعا في رسالة إلى المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء، وذلك من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق أمل الأمة. وقد اختارت السلطات الأولى من نوفمبر عيد الثورة ضد الاحتلال الفرنسي موعدا للاستفتاء على التعديلات المقترحة. ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، كما أنه يمنح الجيش سلطات التدخل خارج حدود الجزائر والمشاركة في مهام لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. في المقابل رفض نشطاء الحراك الشعبي الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم، رفضوا التعديلات شكلا ومضمونا، ووصف قادة الحراك الاستفتاء بالصوري وبأن التعديلات لا تعدو مجرد تغير في الواجهة، وأكدوا مجددا على مطلبهم بتغيير النخبة الحاكمة، ولذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء. وخلال الأسابيع الأخيرة فتحت السلطات القاعات ووسائل الإعلام الحكومية للحملة الانتخابية من أجل التصويت بنعم، ولم يتمكن المعارضون للتعديل الدستوري من تنظيم أي تجمع لشرح موقفهم الرافض للتعديلات. وفي الشارع تبدت حالة الانقسام بين السلطة والمعارضة بشأن التعديلات، وذلك من خلال الانتشار المكثف لقوات الأمن في وسط العاصمة لمنع أي تجمع أو تظاهرة في يوم الاستفتاء، والمصادف أيضا للاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي.
في تجمع انتخابي بمدينة ديترويت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة إنما يعني فوز الصين. إنه حقا سباق يمكننا من اكتشاف قدرتنا على الوقوف بصورة صحيحة، وأنا أحب هذا. ففوز بايدن يعني فوز الصين، أما فوزنا فيعني أن أمريكا هي التي فازت. ففي 2016 صوتت ميشيغان للقضاء على الفساد السياسي، وانتخبتم رئيسكم الذي وضع أخيرا أمريكا قبل أي شيء. نحن لا ننافس بايدن فقط، نحن نحارب ضد تحركات اليسار وإعلام اليسار وعمالقة التكنولوجيا وباقي الفاسدين. ربما لا يعجب هؤلاء ما نقوم به، ولكننا نؤدي بشكل جيد جدا. وخلال مؤتمره الانتخابي في ولاية بنسلفانيا، دعا المرشح الديمقراطي جو بايدن الأمريكيين للتصويت له ووضع نهاية لرئاسة دونالد ترامب التي قال إنها قسمت الأمريكيين وأضعفت بلادهم. أكثر من 90 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بالفعل، لقد أدوا ما عليهم. لم يتبقى أمامنا سوى يومان فقط. يجب أن نضع نهاية لهذه الرئاسة التي سعت منذ بدايتها إلى تقسيمنا وتفريقنا، يومان فقط. ويمكننا أن نضع نهاية للرئاسة التي فشلت في حماية هذا البلد ولم تترك فرصة إلا وأشعلت نيران الكراهية في كل مكان. وقبل ساعات من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يكثف المرشحان جولاتهما الانتخابية خاصة في الولايات المتأرجحة التي تحسم السباق إلى البيت الأبيض إلى حد كبير. مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تنطلق غدا الثلاثاء، يكثف المرشحان الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يكثفان مساعيهما لحسم أصوات الولايات المتأرجحة والتي سيكون لها القول الفصل في من سيسكن البيت الأبيض في السنوات الأربع المقبلة. ترامب شارك الأحد في 5 تجمعات بخمس ولايات تعد مفصلية في الانتخابات، منها فلوريدا وكارولينا الشمالية، كما يشارك اليوم الاثنين في 5 تجمعات أخرى في 4 ولايات، وذلك في إطار سعيه ليثبت مجدداً عدم صحة الاستطلاعات التي ترجح فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. في المقابل زار بايدن بنسلفانيا لتعبئة ناخبي هذه الولاية التي حسمت السباق لصالح ترامب في انتخابات عام 2016 على حساب هيلاري كلينتون. ويسعى المرشح الديمقراطي لكسب تأييد الكاثوليك الذين أعطوا أصواتهم لترامب في الانتخابات الماضية. وقد ألقت جائحة كورونا بظلالها على حملتي المرشحين، حيث انتقد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية عضو خلية مكافحة فيروس كورونا أنتوني فاوتشي، انتقد استراتيجية الإدارة الأمريكية في التصدي لتسارع وتيرة تفشي الوباء، ما استدعى ردا قاسيا من البيت الأبيض الذي اتهمه بالسعي إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية رئاسية ثانية. هذا ولا تزال استطلاعات الرأي تميل إلى جانب المرشح الديمقراطي، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع كلية سيينا ونشر الأحد، أظهر تقدم بايدن على ترامب في 4 ولايات مفصلية كان الرئيس الجمهوري قد فاز فيها في عام 2016، هي بنسلفانيا وأريزونا وفلوريدا وويسكنسن. لكن المراقبين شددوا على ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بالاستطلاعات التي كانت خادعة تماما في الانتخابات السابقة، حيث أظهرت تقدم هيلاري كلينتون بينما كان ترامب هو الفائز بالسباق. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة أمس الأحد.
وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس 107,736 حالة، من بينهم 99,555 حالة تم شفاؤها، و 6,278 حالة وفاة. أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة توسيع إجراءات الإغلاق الجزئي بعد تسجيل معدلات قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا. فرض علينا من اليوم، من صباح، من غدا صباحا، سنقوم بإغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء المملكة، اعتبارا من يوم غد الثاني من تشرين الثاني 2020 وحتى إشعار آخر. وأخذنا قرار أيضا بإغلاق مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال في الأماكن المغلقة اعتبارا من صباح الغد الاثنين الثاني من تشرين 2020 وحتى إشعار آخر. مديرية الأمن العام باشرت وستبدأ اعتبارا من صباح الغد وفرق التفتيش الرسمية بتشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية من عدوى الفيروس، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد ومنع التجمعات، وتحرر المخالفات بحق الأفراد والمنشآت المخالفة وفقا لأوامر الدفاع. أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الانتخابات العامة المقررة في 10 نوفمبر الجاري سوف تجرى في موعدها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. وسنقوم في أعقاب صدور نتائج الانتخابات النيابية رسميا، الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء وستعلن النتائج رسميا وفق تقديرات الهيئة المستقلة للانتخابات بعد ظهر أو عصر يوم الأربعاء الموافق 11 من تشرين الثاني. بعد ساعة من إعلان نتائج الانتخابات رسميا من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، سنباشر بإجراء حظر شامل يبدأ في تلك الساعة وينتهي صباح الساعة 6 من صباح يوم الأحد الموافق 15 تشرين الثاني. وفي وقتها مرة أخرى سنقف وقفة تقييمية أمام أوضاعنا الوبائية. استقبلت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أول فوج من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان بعد السماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعبارات الترحيب وبلغات مختلفة، استقبلت المملكة العربية السعودية أول فوج من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان لأداء مناسك العمرة بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا. ودعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل المملكة وخارجها لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم. ستكون وزارة الصحة أول جهة حكومية تستقبل المعتمرين. سيكون هناك 3 نقاط، نقطة للفرز البصري، ونقطة لأخذ درجة الحرارة عبر الكاميرات الحرارية، ونقطة لكتابة تعهدات العزل المنزلي. وفي ظل تزايد الطلب على أداء العمرة، تعمل السلطات على توفير السلامة لهم من خلال إجراءات عدة من الفحص والتعقيم لتحقيق غايتهم في أداء المناسك. حقيقة الطلب من جميع أنحاء العالم على العمرة ولله الحمد طلب كبير. نحن نعرف الأوضاع في اللي نشوفها الآن والزيادة والموجة الثانية، ولكن حقيقة وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية راجعت جميع الإجراءات وكل ما إن شاء الله يضمن سلامة المعتمر. وبحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السلطات، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي قدوم 20,000 معتمر و60,000 مصل وأكثر من 19,000 زائر في اليوم الواحد، وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة ووفقا للطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
أعلن تدرس أدهنوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مساء أمس أنه وضع نفسه في الحجر الصحي، وذلك بعد اتصاله بشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض. كتب أدهنوم على تويتر أنه سيعزل نفسه خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وسيعمل من المنزل. ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 1,200,000 حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 46,700,000 حالة. وقد سجل أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من 236,000 حالة وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 160,000 حالة وفاة، ثم الهند ب 122,000 حالة وفاة. هذا وتكثف الدول الأوروبية التي أصبحت مجددا بؤرة للموجة الثانية من فيروس كورونا تكثف القيود وتدابير الإغلاق بعد تسجيل القارة ارتفاعا بنسبة 41% في الإصابات خلال أسبوع، مما يشكل نصف الحالات المسجلة في الأيام السبعة الماضية في العالم. أفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بمصرع 69 شخصا وجرح نحو 940 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي. ويواصل عمال الإغاثة انتشال جثث من بين الأنقاض، لا سيما في مدينة بايركلي الأكثر تضررا. وتضاءلت الأمال في العثور على مزيد من الناجين، وقضى سكان المدينة ليلة ثالثة في العراء خوفا من حدوث ارتدادات للزلزال، حيث تم نصب آلاف الخيام في الحدائق العامة وفي ملعب قديم لكرة القدم لإيواء العائلات. أخبار سابعة مستمرة معكم، وفيها بعد قليل. كوكب عطارد يصل إلى أقرب نقطة حول الشمس فجر اليوم. لحظة بلحظة بكل مصداقية وحيادية. الدقة في نقل الخبر. نكون معكم في كل محافظات مكان حدوثه ووقت حدوثه. والآن مصر على موعد مع استحقاق دستوري جديد. ليختار الشعب نوابه بالبرلمان. انتخابات مجلس النواب 2020. كاميرا النيل الأخبار معكم في كل لجنة الانتخاب. المشهد الانتخابي في نقل حي ومباشر. على مدار الساعة ننقل لكم كل جوانب العملية الانتخابية. نكون معكم في كل محافظات المصرية. ننقل لكم أدق التفاصيل من الهيئة الوطنية للانتخابات وفي كل لجنة انتخابية. ودقة في نقل الخبر من مكان حدوثه. لحظة بلحظة ننقل لكم كل التفاصيل من أهم لجان الاقتراع في كل أنحاء مصر. وصلنا إلى محطتنا الاقتصادية ونستهل أخبارها من سوق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث أنهى عيار 21 أوسعة انتشارا في مصر تعاملاته أمس عند مستوى 822 جنيها للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 704 جنيهات، وعيار 24 نحو 939 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6576 جنيها. حقق الجنيه المصري مكاسب قوية أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بلغت نحو 35 قرشا، وذلك بدعم نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث هبط متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري من 15 جنيها و99 قرشا للشراء و16 جنيها و9 قروش للبيع في الأول من يناير 2020 إلى 15 جنيها و64 قرشا للشراء
و15 جنيها و74 قرشا للبيع في 31 من أكتوبر 2020. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام التعاملات متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب قبلتها عمليات شراء للمستثمرين الأجانب. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 601 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 56%. أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لواء جمال عوض الانتهاء من دراسة جميع الحالات المتضررة من عدم صرف متجمدات العلاوات الخمس وتم ضمها. بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في 12 مدينة جديدة منها مدن بدر وحدائق أكتوبر و15 مايو. ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتم طرح الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل وتسلم خلال 36 شهرا، ويتم فتح باب الحجز وسداد مقدمات جدية الحجز من يوم 9 من نوفمبر وحتى 7 من ديسمبر القادم. وصل كوكب عطارد فجر اليوم لأقرب نقطة في مداره حول الشمس تعرف بنقطة الحضيض في ظاهرة تتكرر كل 88 يوما. عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية وصل فجر اليوم الاثنين إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس تعرف بنقطة الحضيض. عطارد كان على مسافة قدرها 46 مليون كيلومتر من مركز الشمس تقريبا، وبفارق 24 مليون كيلومتر عما كان عليه يوم السبت 19 من سبتمبر الماضي، وكان حينها على مسافة قدرها 70 مليون كيلومتر تقريبا من مركز الشمس، وهي أبعد نقطة من الشمس يصل إليها عطارد وتسمى نقطة الأوج. ويقول علماء الفلك إن عطارد يصل إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس مرة كل 88 يوما، وهي المدة التي يكمل فيها عطارد دورة كاملة حول الشمس، حيث سبق له أن وصل إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس آخر مرة يوم 6 من أغسطس الماضي، بينما سيصل لها من جديد يوم 29 من يناير المقبل. وتفيد الدراسات الفلكية أن التغير الكبير في المسافة بين موقع عطارد والشمس عندما يصل إلى نقطتي الأوج والحضيض يجعل سطح عطارد يكتسب كمية مضاعفة من الطاقة الشمسية حينما يقع في أقرب نقطة من الشمس وهي نقطة الحضيض، مقارنة بكمية الطاقة الشمسية التي يكتسبها عطارد حينما يقع في أبعد نقطة من الشمس وهي نقطة الأوج. وعطارد كغيره من بقية كواكب مجموعتنا الشمسية يدور حول الشمس في مدار إهليجي، وتكون الشمس في إحدى بؤرتي هذا المدار، ولذلك فإنه يكون تارة في نقطة قريبة من الشمس تسمى نقطة الحضيض، ويكون تارة أخرى في نقطة بعيدة عن الشمس تسمى نقطة الأوج. ويعتبر عطارد أحد الكواكب الصخرية في مجموعتنا الشمسية، إضافة إلى أنه أقرب الكواكب من الشمس، إذ يبعد عنها مسافة متوسطة قدرها 58 مليون كيلومتر، ولا توجد أقمار طبيعية تدور حوله، كما أنه لا يحتوي على غلاف جوي. في ختام أخبار السابعة هذه عناوين الأخبار. في اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، القاهرة تؤكد مجددا أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. بعد سنين طويلة جدا هتقول احنا اللي عملنا ده، ده اسمه تاريخ مصر الايه؟ تاريخ مصر يعني الدولة الجديدة، الدولة الايه؟ الجديدة. أمر ليس باليسير. الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الإجراءات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.ag. إلى اللقاء.